ومتابعين بصباحنا، وجاءت فكرة تخصيص شهر أكتوبر لزيادة وعي المجتمعات بشكل عام وخاصة النساء حول الإصابة بسرطان الثدي كمشروع مشترك بين مجموعة من الهيئات الطبية والمنظمات العالمية. أكيد يا ليا، وبهالشهر بتهتم مؤسسات عالمية بهذا الشهر بشكل عام، لأنه هذا الاهتمام بيهدف بصورة أساسية للتوعية بالمرض ومشاركة المعلومات حوله، إضافة إلى توفير خدمات الكشف حيث تكتشف العديد من النساء إصابتها بهذا المرض. وهون نحن بندخل لدوامة من الخوف والمجهول، بيحتاج المريض إلى دعم نفسي واجتماعي من المحيط بالإضافة إلى العلاج، لأن أساس العلاج هو تقبل المريض للمرض والعلاج. ولنحكي أكثر عن الدعم المحيط للمريض معنا الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك رندا، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا رندا، صباح الخير يسعد لي ليا. صباحك. صباحك. يعني مع بداية شهر أكتوبر بتزيد حملات التوعية لسرطان الثدي، الله يبعده عن كل العالم. خلينا نحكي بالبداية عن أهمية المشاركة بفعاليات التوعوية من خلال محاضرات أو من خلال ممكن وجود أمثلة نطلع عليها، أمثلة انشفت من هذا المرض وكان عندها قوة. يعني الدعم المجتمعي لقضية أو لمرض سرطان الثدي بالنسبة للسيدات اللي ما عم يعانوا من شيء قد ايه مهم. هلا للحقيقه هو مجرد وجود شهر بالسنه للتذكير انه لازم يكون في فحص، لازم يكون في ننتبه دائما، يكون في تشيك دوري خصوصي بعد عمر معين، هذا لحاله كافي لانه نحن نقدم دعم. نحن دائما الدعم بنقدمه لثلاث جهات: الاشخاص اللي لازم يروحوا يقدموا يعملوا الفحص، والاشخاص اللي انصابوا، والاشخاص المحيطين بالشخص المصاب. هلا اول شيء بهذا الشهر هي بتكون التوعيه والدعم للسيده انه روحي معلي ما تخافي. نحن دائما في عنا بالناحيه النفسيه دائما في عنا خوف من المجهول، انه يا ترى انا اذا عملت هالفحص قد ايه ممكن احتماليه اني انصاب، وببني بقى عليها افكار ومخاوف ثانيه اللي بتتعلق بعلاقاتي الاجتماعيه، بتتعلق بحياتي المهنيه، بتتعلق بحياتي الشخصيه. فلهيك بينشأ خوف هو غير مبرر او ما له اساس واقعي. لهيك لما بيجي هاي الفترة والكل المبادرات اللي عم تتقدم وكل الأفكار اللي عم تتقدم للتوعية، كيف لازم أنا أنتبه على أكلي، كيف لازم أنتبه على علاقاتي الاجتماعية، كيف لازم إذا كان في ضغوط معينة حاول أتعايش معها وأتكيف معها لحتى ما أطلع بأضرار نفسية هي حتأدي لي لأضرار جسدية. ودائما الجسد والنفس مرتبطين مع بعضهم، كل ما نفسيتي كانت ضعيفة كل ما كان تحملي للإحباط وللضغط ضعيف، كل ما بتضعف مناعتي وبالتالي حنصاب بأمراض صح. كتير منها سرطان الثدي. لهيك نحن بهذا الشهر بندعم كثير انه ما عليه روحي اعملي الفحص، نحن ما تحطي احتماليه الخوف لشيء هو اساسا ما له موجود طول ما انت عم تتبعي خطوات اساسيه. توهمات. بترجع بتقلك طب انا شو هاي الخطوات الاساسيه، فهي بهذا الشهر كمان حيكون في كثير دعم، في كثير مبادرات توعيه، شو لازم تاكل، شو نمط الحياه السيء اللي لازم تعدله، اذا صار مع لا سمح لا اي اصابه كيف هي لازم تتعايش معها، شو البدائل اللي لازم تحطها بين ما تتجاوز هي المحنه هي والمحيط اللي حواليها. فدائما ضروري كثير يكون في هيك مبادرات، ودائما يكون في هيك توعوي، افكار توعويه دائما لتدعم كل المشاكل وكل اكيد الامراض. مثل ما قلنا اهميه المبادرات، خلينا هلا نحكي عن اهميه الغذاء الصحي للوقايه من مرض السرطان. بنحكي عن نقطه كثير مهمه، في عالم صار عندهم مثل ما حكينا وسواس، يعني وسواس بيخافوا اصلا يروحوا يعملوا الفحص سواء كان معهم ولا حتى ما كان معهم مرض السرطان. كيف ممكن هدول الاشخاص نقنعهم انه بلشوا بخطوه اولى اعملوا الفحص ولا تخافوا، يعني كيف ممكن نقنعهم؟ هلا اول فكره دائما نحن كل ما بيكون في كشف مبكر، كل ما بالتوعيه والنشرات اللي نحن بنقدمها للسيدات، هي بتقول دائما بيكون الخوف اكبر هي قبل ما تعمل فحص ما حد
تكون لسه عرفانة إذا معها ولا لا، ولكن هي حيكون في عندها تاريخ مرضي بالبيت، لأمها، أختها، ستها، فهذا هو دائما بيكون في جانب وراثي له تأثير كتير كبير. فهون بينشأ الخوف إنه ليقوم أنا كمان يطلع معي، لأقوم أنا أرجع أعيش بهي الدوامة. هون نحن بنلتفت للمحيط اللي بده يدعمها، الناس القريبين منا، سواء رفقة، زوج، أم، أب، أولادها، يدعموها دائما لأنه تعمل معلي، ويكون الحل عبكير دائما أفضل بكتير ما يكون متأخرين بهذا الموضوع، وخصوصي أنه نسبة الشفاء عم تكون كتير كبيرة، لأنه دائما عم بيكون الكشف بوقت أبكر. من ناحية التغذية دائما بصير مثل ما حكيتي، بصير في وسواس انه انا اذا اكلت شغلة محطوطة بكيس بلاستيك فانا بدي، فبيوصل لهي الدرجة من الخوف، وانا ما فيني سخن الاكل الا مثلا بالطريقة التقليدية. فبيجي من هون هدول المخاوف اللي اوكي كتير حلو انه انا اتعايش بهيك ظروف صحية من ناحية الغذاء كتير مهم، اولى من هيك انه مثلا انا خفف نسبة السكريات اللي عم باكلها، كتير مهم انه انا اقوم بنشاط ولو مشي كل يوم لمدة نص ساعة، ده كله بيقوي الجسم. دائما دور مثلا خضرة فواكه، تقول طيب انا ما هي الخضرة والفواكه اللي موجودين عندنا ما عم تكون بالدرجة المناسبة لتغذيتها كاملة، معلش ادعمي بنوع اغذية ولو فيتامينات ولو شيء، هذا بيرفع من مناعة الجسم وبالتالي بيعطيني قوة لأن حتى أنا أقدر قاوم، نفسيتي تكون أقوى لأنه أقدر قاوم الإحباطات اللي عم تواجهني. دائما في، أنا بقول لهم دائما يكون في شخص، نحن في عنا دائما سبق انه لما بقول لك مثلا انا تعبانه، ايه وانا تعبانه اكثر، تماما تماما. نحن نحاول نبعد عن هدول الاشخاص، نحاول اذا كنا نحن منهم احيانا بنكون نحن مثلا ايه وانا لح، انه بطريقه لخفف عنك مشكلتك، ولكن هي مو ما بتزبط، بعطيك سبب اكبر تماما، فهي ما بتزبط مع كل الناس انه تسابق معك مين وجعه اكثر او مين تعبه اكثر. فلهيك انا بحاول بعد عن هدول الاشخاص، بس لاقدر واقدر اقوم بالخطوات الثانيه اللي لازم اعملها. كثير مهم انا يكون عندي وقتي شاغلته بطريقه مناسبه روتينيه، سواء ما كان في مرض فهو طبيعي يكون في عنا حياة روتينية عم نشتغل فيها بنقدم شيء، وقت بيكون في مرض نحافظ على هذا الشيء بحسب طاقتنا وحسب ما نكون تعبانين، دائما يكون في عنا دور فعال نقدمه ولو بجزء بسيط. وأنا هون كتير بصر على المحيط، على الشخص الملازم للمريضة، أنه دائما ما تفقدها هالأهمية أنه لا خلص أنت مريضة ما تعملي شيء، لا يكون دائما. نحن للأسف ما بنعرف نهتم، يا منبالغ كتير يا منهمل كتير. لازم يكون في توازن بالاهتمام، دائما نعطي مهام مناسبة، مو كمان تكون عم تقدم شيء معين بعدين هي بتعبها أو مرضها ما تعود تقدر تقدمه، فأنا ضل لازمتها فيه، فهي حيجيها هاد الإحباط وحتزيد الحالة سوء. لا بالعكس، كون في أعرف، وهي تكون شخص قوي، تعرف كيف أنه تأجل أمور وتهتم بأمور، تعرف توازن حياتها لتمرق بس هالفترة وبتمرق. نعم رندا، كثير في من السيدات بصير عندهم حالة نفسية هي يمكن هي ابشع من المرض بذات نفسه، وقت بهر الشعر، وقت بصير عملية استئصال للثدي، فهي بتفقد يمكن انوثتها، بتفقد يعني شيء من روحها بينفقد. ولكن خلينا نحكي قديش مهم انه الجو المحيط يخليها تتعايش، يخليها اقوى، يكون معها بالحلول البديله. يعني مره كان عندنا ضيفه كانت عم تحكي لنا انه وقت اول مره هر شعرها اجت العائله كلها حلقوا شعرهم على الصفر، شباب وصبايا، لحتى انه ما يحسسوها بانه عندها نقص او عندها مرض. اليوم دعم العيله ان كان للوجع، ان كان لاي منظر او استئصال او هر شعر، قديش مهم وقديش هي لازم تكون قويه، وشو هي اول خطوه انها هي تندمج وتواجه العالم؟ هون دائما اول خطوه بنرجع للفترات الاولى للبنت بشكل عام وللست، انه هي كيف رؤيتها لنفسها. دائما نحن في عنا التكوين النفسي تبعنا، هو بيكون لما انا بكون صحتي النفسيه، عندي رؤيه
إيجابية عن ذاتي، فأنا ما بقى يهمني إن كان شعري طويل ولا قصير، إن كان خفيف ولا سميك، ما عاد يهمني إذا كان بشرتي فيها مشاكل، ما عاد يهمني هاي التفاصيل اللي هي تعتبر شكل. طول ما أنا وأنا هون برجع للأهل، دائما نحن دعمنا بناخده من أهلنا من الفترات الأولى من عمرنا لحتى ما نكبر، سواء كنا بصحة جيدة ولا سواء كنا عم نمرق بمشاكل. دائما الأهل لما بيدعموا بنتهم إنه مو جمالها هو الشيء اللي الأساسي اللي إذا تعطل فهي تعطلت حياتها. لهون دائما نحن بنحكي على البنية النفسية الصح اللي من المراحل الأولى من العمر نحن بنزرعها بأطفالنا. بنرجع مثل ما ذكرتي المثال اللي قلتي، نحن هون مثل ما قلت لك بنرجع للشخص، ممكن غير سيدات ما يتقبلوا هذا الموقف انه كثير بالغوا باهتمامهم، فانا ممكن يزعجني هذا الشيء، وممكن لا يكون كثير ايجابي ويكون كثير داعم. لهيك دائما نحن بنرجع على التوازن، بنرجع انه اذا دائما نحن هلا في بدائل اكثر، دائما هي فتره وبتمرق. دائما العلاج الكيماوي له كثير اثار جانبيه ما فينا ابدا نغفل عنها، كثير مهم بهذا الشهر التوعوي انه نحن نخبر انه نقول لازم وقت بيكون في علاج كيماوي لازم يمرق بمراحل معينه، حيصادفها هر شعر، رح يصادفها تتعب بشرتها، جسمها بنيته رح بتكون ضعيفه. في جانب ثاني هون العبء الاكبر بيكون على الطبيب المشرف مثل ما حكينا تحت الهواء، دائما كيف ينقل هي الصوره لمريضه، لازم ينقلها بطريقه معينه لانه احيانا بيعمل لها صدمه للمريضه، ممكن يعني تنهار المريضه وهي موجوده عند الطبيب. رندا بالختام بدنا كلمة لكل سيدة بشهر الوردي، شو ممكن تخبريهم انت؟ نصيحة أخيرة لكل حد عم يسمعنا اليوم. تروح تعمل الفحص، ما تخاف، النتائج كمان كان على بكير رح بيكون أفضل. ما في شيء بالحياة ما له علاج، طول ما الحياة مستمرة فنحن أكيد رح نعرف نقاوم أي شيء رح يواجهنا، وبتمنى الصحة للجميع. أكيد من ضمن صوتنا لصوتك نتمنى الصحة للجميع. شكرا. ونتمنى القوة أكيد لكل السيدات، روحوا الخطوة الأولى كتير ممتازة للكشف المبكر عن السرطان. شكرا يا رندا. شكرا لكم. شكرا.